وايضا يكون هنا ايه هو فكره أما يقول وحاضر يد وبتموت الأغاني أوام وبتموت الأغاني أوام فقلب النغم من التجويد ورب اللحن الأول وبتموت الأغاني أوام فقلب النغم من التجويد ورب اللحن الأول نشاس طالع بيدخل الحرب في الترتيب وجايز ويا معلش عشان خاطري يدوه اللفظ والنعمة وفعل أداء التهديد فلاقي الحرف يتسكع على القهوة يطلب شاي على الموت وبكرة حسابنا راح يجمع نحاسب جملة على المشاريع ده بعد غنمنا ما يسبح باسم الدين وبعد الكلمة ما تعري كتاب الحرف للمحاسيب وترقص بكرة على الطاولة لأي سهول ساعتها الفكرة هتروح بتتطوح بفعل مرارة المفروض وبنت حارتنا وبنت حارتنا متصارة برغم الغلب في العيشة ورغم القهر لعز العوز عزيز جدها ولا حل في يوم الشعر ولا حل في يوم الشعر وتتحنى الحروب دايما وتتوقف معين الشعر وجاية الحارة تتحكم وتبقى هي وسطينا كما بغداد لمستعصم شرف غالي لحظة يهون ويبقى نصيبه بالبيعة ده سنة من إيراد أفيون وتتمرجح مشاعرنا وتتمرجح مشاعرنا معاك شاعر يقول الحرف متفسلك في وسط منصة الأنداد بيوزن حرف بالصمت ويقفل عجز طوالي بقفل شمال ويخلط كلمة من شرقه مع غربه على شكل النون ويخلط كلمة من شرقه على غربه بشكل النون يبان فاهم في عرف الجهل والمجنون وتلقى كل مواهبها تبان دايما في لفة خصرها المرض وتلقى كل مواهبها تبان دايما في لفة خصرها المرضى بتكتب في الخليل عمدا يرد الناقد الاشياء كلام سكر وتلقى كل مواهبها تبان دايما في لفة خصرها المرمر بتكتب في الخليل عمدا يرد الناقد الاشياء كلام سكر تعيش اوهامها في جوانها كلام عندها في ودنها جهيز يسكر بتطلع لينا وتنظر كلام موزون وهو شريكها يتحسن وحاضر مدة المديون وانا قررت افهمكم وهتعايش مع الملوك وهفهم منطق الساده وهعمل سلسلة بيادة وهتحنى بزير مع خوف وصدق شعرك النسلي وهقلب حماك حرقي وهنسى شعري مع نسلي نحوي مع صرفي وهستأنس كمان شعري وهقفل قلبي ومشاعري وهستسلم لأوضاعكم بكل ما فيها من عيبة وهستسلم لأوضاعكم بكل ما فيها من عيبة ولا هذكر مخازيكم ولا أقصانا والخيبة. مألوف وهفهم منطق السابق وهعمل سلسلة بيادة وهتحنى بزيد مع خوف
وصدق شعرك المسجد وهقفل لك حبات حربي وهنسى نحو معصرتي وهستأنس كمان شعري وهنسى قلبي ومشاعري وهستسلم لأوضاعك بكل ما فيها من عيبه ولا هذكر مخازيكم ولا أقصام الخيبه لكن لو ترضى تسمح لي أبيع عقلي وأنسى الفكر والمضمون ويبقى وردنا السائل هرجع كل يوم. ختام النص يرفع النص عندما يكون يرفع ليس يكشف انما يرفع بمعنى انك عندما تربع الافيون ليس افيونا عاليه انما هو ان تكون هي فكره الاستثمار واعتذر منكم على هذه الفكره او هذا هي ان كلمه الاستثمار هناك استعمار وهناك استثمار الاستعمار هو ان يحتلك المستعمر بجيشه ويلهم اقتصادك باقتصاده في استثمار اما الاستثمار وهذا المعنى صاغه المفكر العراقي الكبير دكتور علي شريعتي رحمه الله الاستثمار معنى انك تصبح حمارا شئت ام ابيت تستقبلك الرابطه تستقبلك القاده يتحولونك الى انسان تبهو وتركض وراء لقمه عيشك واذا فكرت مجرد التفكير انت في هذه الحاله يعني معرض الى الجوع لانك ستخرج من الحضيضه تعطي في روايه شيء اسمها مزرعه الحيوانات وروايه اخرى 1984 مزرعه الحيوانات عباره عن مجموعه تصور مجموعه البشر يعيشون في حضيضه ومن يتمرد مسكين يحرم من العلف ويحرم من الماء ويطرد خارج الحضيضه لانه مسكين رفض ان يكون حمارا واراد ان يكون انسانا نفس هذا المفهوم ولكن ماهر اعطاه مفهوم الافيون وارى طبعا ان مفهوم الافيون هو فكره انك تكون مقدما يمكن انا تحفظت اقصد مره على بعض العناوين القصائد لكن بشكل عام انا اشير الى التمنيات التي يسمعها ماهر في ديوانه يعني في نفس هذه القصيده يقول ايه وهدفل لك حبات حرفي وهنسى نحو معاصرتي وهستأنس كمان شعري وهدفل قلبي ومشاعري وهستسلم لأوضاعكم فكرة أنه فكرة المواطن الذي يكون مدجنا مدجنا من التجاهل يعني أن تكون تجاهل فكرة الحضيرة فكرة الحضيرة هذه مفهومة يمكن الأستاذ ماهر يتذكر أحد وزراء الثقافة السابقين قال جميع المثقفين سيدخلون الحضيرة وهذه مقولة شهيرة والرجل اعتذر عنها بعد ذلك وأوضح أنه لم يقصد لكنه كان يقصد بالفعل فكرة أنك إما أن تدخل الحظيرة وتنال الطعام والشراب والقهوة أو تكون خارجها وتكون أيضا جائعا ومستحقرا تقييم رائعة صدقها لكن أتوقف هنا عند فكرة إيه؟ وهنسى نحوي معصرتي وأستأنس كمان شعري كلمة أستأنس هو تعبير شعري مهدد بفكرة أنك تكون مستقرا. لأن استأنس يقول لك الحيوان المستأنس معناه ماذا؟ هو الحيوان الذي تربيه في منزلك معايا وكلما تمرد عليك تجوعه عمل بالمنزل الشهير جوع كلبك يتبعك وسمي كلبك يأكلك جوع كلبك يتبعك سمي كلبك يأكلك واضح للمعنى